معنا أم محمد، تفضلي. ألو، السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية. الله يعافيك ويسلمك. يا شيخ، أنا حلمت في بنت أختي، هي حامل الحين، حلمت فيها أنها لابسة نفنوف أبيض وأنها عروس، وإني أنا كأني بروح أحضر عرسها، وما قدرت أروح لأن البدلة مالتي خربانة، يعني كأنه ما عندي مبلغ أطلعها ولا شيء كذي. أخذت لي بدلة جاهزة فيها من تحت الثوب في قطعتين تنشال وتنحط. تأخرت في الوقت إني ما رحت لبنت أختي العروس، خليتها، يعني ما رحت لها أنا وأمها، وهي راحت بروحها، قعدنا إحنا بروحنا ما رحنا لها. هذه البنت كم عمرها؟ تقريبا 25، متزوجة، هي حامل الحين. عندها أخت مو متزوجة؟ أي عندها خوات بنتين مو متزوجة. طيب خير إن شاء الله. أي واحدة اللي مو متزوجة؟ اللي قلتي لابسة ثوب أبيض عرس. ايه طيب، عندها خوات مو متزوجة. خير ان شاء الله، تسمعي الاجابه ان شاء الله. الله كريم، يعطيك العافيه. حياك الله، هلا مرحبا. طبعا يا ام محمد، انت حامل الان ورايتي هذه الرؤيا، قد يدل، والعلم عند الله، الذي في بطنك قد تكون ذريه بنت. هذا اول امر، لان الثوب الابيض ولبس العرائس في المنام يدل على نوعيه اللي في بطنك قد تكون بنت. وهذه المراه ايضا المتزوجه قد تحمل ايضا بذريه بنت. ويبقى الرؤية إن كان فيها تبشير فهي لأخت من خواتها قد تتزوج، لأن دائما لبس المرأة في المنام يدل على الزواج، كما قال سبحانه وتعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. أما الثوب اللي فيه شيء مشكلة وغيرتيه بثياب أحسن، لعل الله سبحانه وتعالى يبدل أحوالكم للأفضل، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. نعم، معنا الأخت من ناصر، تفضلي. السلام عليكم شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، انا تحلمت، انا صار لي 5 سنوات ما تزوجت، ما حملت. وتحلمت امس اني ولدت وجبت ولد، وشيخ عزك الله حتى الفرش يعني كان في دم والمشي كل شيء يعني، فشلت الولد وكنت مستانسه فيه، حتى اني كنت عزك الله فكيت الحفاض اشوف بتاكد بنت ولا ولد، ومستانسه في الحلم واقول لمد خواتي انا ما حسيت اني اتحرك ببطني، انا شلون حملت؟ طيب، وانت الان يعني شو المشكله في عدم الحمل؟ يعني في اثار سحر عين، امراض؟ اي يا شيخ، انا كل ما رحت لمكان للرحم ما يقعد مكان، يعني الاطباء ايش قالوا؟ ما في شيء. طيب خير ان شاء الله، تسمعي الاجابه ان شاء الله. هذه الرؤية يا أم ناصر، طبعا أنا قبل أتكلم عن الرؤية أنا أنصحك بالرقية الشرعية، لأن دام الأطباء رفعوا الراية البيضاء وقالوا ليس لك علاج، فمع معروف لدى الجميع أن المرض مرضان، مرض عضوي واضح للأطباء ومرض نفسي ليس واضح. طيب، وهذا المرض النفسي غالبا ما يكون من آثار يعني نفسية، من ناحية العين، من ناحية الحسد، من ناحية السحر. وأنت يعني اللي أقدر أقوله لك، لابد تهتمين بالرقية الشرعية، يعني قراءة صوت البقرة يوميا، شغليها في المسجل، حافظي على الأذكار، ادهني يعني أماكن البطن بالزيت الزيتون المقري فيه المعوذات وغير ذلك. طبعا هذا الرؤية تبشر بخير، رؤية الولد وكأن فعلا شفتي ولد يدل على يعني إن شاء الله قد تحملين بولد. وآثار الدم، الدم هو صرف فلوس في المنام تجاه الحمل، تجاه مراجعات صحية، الله أعلم. لكن إذا كان في هذه الرؤية خير وفيها بشرى، لعل تحملين إن شاء الله بولد، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. نعم نعم، معنا مسج. حلمت ببنتها وبنت من؟ إيه؟ طيب، هذا رجل حلم بنته. إيه؟ طيب، هذا صاحب مسج رأى بنته وبنت بنته أي حفيدته يلعبون في الحوش. طبعا رؤية الذرية في المنام إن كان يعني فيه صحة ولعب، طيب كما قال سبحانه وتعالى: أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، فيدل على الذرية الكثيرة، ويدل على إن شاء الله الذرية وبينهم ترابط، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. نعم، أم مسعود، تفضلي. أم مسعود، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، أمي حلمت أن نفس جسمها في مادة ذهب، وكانت قاعدة بمستشفى وكانوا يعطونها أبر عشان يشيلون مادة الذهب. كم عمرها؟ كم عمرها أمك؟ يعني كبيرة بالأربعينات.
ايه طيب خير ان شاء الله. بالنسبه لهذه الرؤيه طبعا اذا كان في مشاكل في المنام كماده الدهن وابر وكذا، اذا كانت امك يا ام سعود تشتكي من امراض نفسيه مثلا الحسد والعين وغير ذلك، طيب فانا اوصيها بالرقيه الشرعيه، لان الابر احيانا تدل على اصابات بالعين والحسد، فعليها بالاهتمام بالرقيه الشرعيه ولعل الله يعافيها ويشافيها والعلم عند الله. نعم.